الريحة. يا مساء الخير ومساء الجمال على كل متابعين قناة دريم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب، وبعيد على كل الناس الجميلة اللي بتتفرج فينا، وبعيد على الإعداد الجميل، وبعيد على المخرج أحمد السيد، وكل الناس اللي أنا بحبهم بيحبوني، وطبعا بعيد على أهلي في تونس وماما وإخواتي، ويا رب أكون ما نسيتش حد. وخلينا نبتدي دلوقتي فقرتنا مع خبيرة التجميل بوسي الشايب، منوراني في الاستديو حبيبتي. يا لبسة احمر بقى النهارده عشان الفالنتاين بقى. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي وكلكم طيبين وكل عيلتك يا ربي. يا رب. طبعا خليني ابتدي معاك في البداية يا بوسي. سوري، ارحب بالبنت الجميلة، كل سنة وانتي طيبة. الميك اب النهارده بقى اكيد ناس كتير هتطلع يا بوسي، وبقى هيحتفلوا ببعض وحاجات جميله جدا. ماشي، يعني النهارده اليوم العالمي للحب، فبحكم النهارده اليوم العالمي للحب، قولي لنا بقى وقولي للبنات الحلوه اللي تتفرج فينا يعملوا ايه النهارده. طبعا النهارده معظم الناس هتنزل بقى تخرج، هتسهر طبعا، فاحنا عاملين حاجه شويه ينفع لبالليل. لو حد حابب ان هو يخرج الصبح، احنا عملنا هنا لساره، طبعا هي ما شاء الله زي القمر مش محتاجه اصلا ميك اب، بس احنا عملنا لها هنا جزء كنا خلصناه قبل الهوا، وركبنا الرموش وعملنا الكونتورنج للوش وكل حاجه، وحطينا اي شادو من بره، كان حاجات على بنيات غامقه شويه، وجوه عملنا حاجه زي بيج كده، وقلنا عشان لو عايز يتقلب على سهره، لو حد خارج بالليل هنوري ازاي نسيبه مثلا عادي لو انت خارجه الصبح، وبعدين نقلبه بقى على سواري شويه في حاجه فيها زي جلاتر شويه. طيب دلوقتي في بنات كتير طبعا بتكون وشها تعبان، ماشي، وبتكون في عارفه في الوش في زي حبوب وهالات هالات في العين وكل حاجه، ف اليوم ده ازاي هي تقدر في اليوم ده تداري كل الحاجات دي؟ بصي، هو اولا ما ينفعش في اليوم ده نداري، احنا بنحاول قبلها نشرب ميه كتير، نعالج البشره لو فيها مشكله، عشان ما ينفعش الميك اب يا جماعه يبقى هو يعني مليون في الميه يخفي كل العيوب. دي اول حاجه خلينا متفقين عليها، بس احنا لو احنا في يوم زي ده وعايزين يعني نخفي الى حد ما، وعايزين نشتغل واحنا بنتكلم، اوكي نبتدي نشتغل. انا عايزه بس اقول البنت اللي بيبقى فيه مشكله تحت عينيها، فيها هالات سودا كتير، دي متعبه جدا يعني بصراحه جدا، وبتبقى مش عارفه تعمل وهنا ايه وهنا في البق كمان، اي يعني هالات او اي مكان فيه سواد في اليسار، اي مكان فيه سواد هنحط فيه الفاونديشن بتاعنا، بيبقى على لون. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا بحط دلوقتي العين كلها على بيج او ابيض. اوكي، هرسم العين كلها حتى من الكورنر بتاع العين جوه كده، لان هي ما شاء الله كمان ساره مساحه عينيها حلوه، رموشها جميله الله اكبر ما شاء الله، فهتحتاج ميك اب سامبل وفي نفس الوقت حاجه تحدد لها الرسمه بتاعت عينيها الحلوه دي. حلو، احنا دلوقتي بنحط الابيض اهو، انا بتكلم على الهالات السوداء اللي تحت عينيها فيها هالات سوداء. وبصي، وفي حاجه تانية، مرات البنات اللي تطلع في وشها حبوب بتطبع بقى، يعني ما بتروحش. بصي، الحبوب اللي هي بتبقى في الوش بيبقى ليه برده فاونديشن معين، بنحط زي حاجه كده لونها اخضر، دي بتخفي الحبوب يعتبر تماما، وبنبتدي نرجع نحط الفاونديشن بتاعنا الاساسي اللي هو بقى اللون اللي هو البيج اللي احنا بنحطه على الوش. والهالات السوداء اللي تحت العينين او في المناطق الغامقه اللي عند البق زي ما انت قلتي، بنبتدي برده نحط فاونديشن على محمر حاجه على اورنج كده. انا حطيت دلوقتي خلاص المليت العين كلها البيج او الابيض، هبتدي بلون بني، بعمل زي ماكس كده بني بين البنيات، كل درجات البنيات انا اخترت لها بني غامق شويه، ده اللي انا هقفل بيه الكورنر بتاع الزاويه بره كده. حلو، لان انت كمان خدي بالك يا ليلى، احنا داخلين ان شاء الله يعني على افراح بقى، احنا صيف فخلاص بقى الشتاء بيودعنا، بيقول لنا باي باي، فمعظم الالوان في الصيف بتحب بقى البنيات والبرونزيات والحاجات دي كلها،
البحر الصبح، بتعمل مثلا اوبننج كده الصبح. طب بالنسبه للفرح بالصبح، ازاي انا اقدر اخلي الميك اب يقعد معايا وقت طويل؟ وطبعا هتكون العروسه هتختار يوم مناسب، فهيكون شويه حر اليوم، فالميك اب طبعا هيسيح معاها، ازاي انا اقدر احافظ عليه؟ لا بصي، حوار الميك اب يسيح ده اهم حاجه، لو بنستخدم براندات حلوه مش هيسيح، دي اول حاجه. وبعدين احنا بعد ما بنخلص خالص بنحط المثبت بتاع الميك اب بتاعنا، فبيقعد معاها فتره طويله وما بيتاثرش خالص. ده لو هي عامله حاجه الصبح يعني، وخايفه مثلا من الحر والعرق والكلام ده كله. حلو، احنا هنبتدي. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بصي احنا حطينا البني، ويعني كنا حاطين الابيض الاول، فسبت الابيض في الزاويه اللي جوه بتاعه العين، وابتديت اغمق من الطرف كده عشان هبتدي. ده لو حد خارج الصبح ما فيهوش حاجه خالص. ده بالنسبه للصبح. ده لو بالنسبه للصبح اهو لونه بيج من جوه، وحطيت البني ودخلت بيه للكورنر اللي جوه شويه. لو انا حبيت بقى اجي على بالليل خلاص المناسبه بتاعتي او الخروجه بتاعتي بالليل، وعايزه اخليه شويه يعني ينفع لجو بالليل بالجلاتر ده، في اليسار بصي هبتدي احط في الكورنر جوه بتاع العين كده اهو، اتقلب معايا كده وبطريقه سهله جدا، مش هتاخد معايا 3 ثواني كده، اتقلب على بالليل. لان طبعا صعب جدا احنا هنخرج بجلاتر الصبح يعني، الموضوع هيبقى صعب جدا. وعلى حسب بقى كل واحده بتحب مثلا ايه يعني، هي حابه ممكن تعمل بدل البني ده ممكن تعمله مثلا اسود زي غامق شويه، ممكن تعمله على سيلفر، ممكن تعمله على مثلا زيتي، فعلى حسب كل واحده هي بتحب ايه. حلو. طب بصي قولي لي ايه الالوان اللي انا اخلي عيني واسعه، يعني اعملها وعايزه عيني واسعه، ايه الالوان اللي لازم العين استعملها؟ العين الواسعه دايما ما بتحبش الحاجات الغوامق، بتحب دايما الفواتح. يعني مثلا مع ان ساره هنا بصي يعني ما شاء الله واسعه، بس انا ايه يعني لو عين ضيقه بحب دايما الكحل جوه العين، نبعد عن الاسود، بلاش الاسود، ممكن نحط البيج، ممكن نحط الابيض، ممكن نحط اخضر فاتح، نبعد عن الاسودات خالص. نبعد الاسود طبعا، معروف ان هو بيخلي العين بيقفل العين. انا دلوقتي طب والاخضر والازرق حلو برضو، بس دايما نفتح ما نغمقش، نفتح. يعني ما نحطش مثلا الازرق الغامق اللي على كحلي، لا. طب يعني الالوان الازرق والاخضر دول كمان بيغمقوا ولا نص نص؟ لا احنا ممكن نحط في الكحليات الاخضر والازرق بس الفواتح، مش الزيتي الغامق، مش الازرق الغامق، لا نقرب دايما من الاخضرات الفاتحه، الازرقات الفاتحه. أوكي. ودايما الابيض البيج كل الحاجات دي بتفتح مساحه العين معانا. طب بصي قولي لي دلوقتي، في بنات ممكن فاهمه الموضوع غلط، موضوع الرموش، هل تكتير الرموش لما انا اجي اكتر في رموش كتير بتخلي يعني بتقفل عيني ولا بتخليها واسعه؟ على حسب العين شكلها عامل ازاي. طب ما انا ممكن تبقى عندي عين واسعه، ممكن احط لها رموش كتير هتظبط معايا الدنيا، وما ينفعش تبقى عين صغيره جدا وحط لها رموش كتير قوي، ما ينفع. مش هينفع. طب العين الصغيره تعمل ايه؟ ايه الرموش لازم تحط الرموش؟ حاجه إيه؟ ناتشورال خالص، حاجه ممكن تبقى من جوه قصيره وطالعه على طويله بحيث ان هي تسحب العين معايا. ولازم اعمل برده منسوب الجفن، الجفن عندي برده ده عليه عامل، ما ينفعش ابقى مركبه رموش تضرب في حواجبي، ما ينفعش. ما ينفعش. انا دلوقتي خلصت يعني كده، احنا طبعا بنشتغل بسرعه، اللي هعمل دلوقتي الحواجب. الحواجب ساره حواجبها بني، سوري اسود. انا ما بفضلش الشعر يبقى اسود، يبقى الحواجب سودا. بتدي شكل شويه يعني، طبعا بتقفل الوش بعدين خالص يعني. ما بحبهاش يعني. انا دلوقتي ساره شعرها اسود اهي، انا رسمه لها حواجبها بني غامق. هي ما شاء الله برضو حواجبها جميله، مش محتاجه قوي رسم، بس انا ايه يعني عامله لها الفراغات. هو ده بنستخدمه بميه. اوكي. والناس اللي بتسالني على الاي شادو اللي هو بميه، الاي شادو بميه مش كل الاي شادو يا جماعه ينفع يستخدم فيه الميه. ليه طيب؟ في اي شادوهات معينه هي معموله البراند بتاعها عاملها ان هي لازم تبقى بميه. لازم تبقى بميه. في اي شادو تاني لو انت استخدمتي فيه ميه هيبوظ وهيكلكع. مش هيديني الافكت اللي انا عايزاه. حلو. انا برسم بس بملى الفراغات عند ساره، لان في طبعا يعني بالنسبه فاضي. دلوقتي يعني انت قلتي انه هي عندها فراغات في حواجبها، فانت لازم دول كلهم طبعا يتملوا على الاخر.
وفي كمان بتبقى مطرح الباودر وال والاي شادو اللي احنا بنعمله والفاونديشن بينزل على الحواجب، فلازم بننظفها كويس قوي وبعدين نبتدي نرسم. طب هي لو مثلا بنت حواجبها بتقول مش تقيله قوي، نعمل ايه؟ ممكن هي في معظم البنات تعمل ايه يعني انا اللي بشوفهم انها بتغطي حواجبها كليا بالميك اب وبعدين بتروح رسمه بالقلم. دي لو حواجبها يعني ما فيش حواجب خالص، او انا عايزه اغير رسم حواجبي، عايزه تغير الرسم خالص، هعمل كده، هعمل الفاونديشن، احط فاونديشن على حواجبي تقيل شويه بحيث ان انا اغير في الرسمه خالص. ولو انا حواجبي زي عند ساره هنا غامقه شويه، ممكن بحط برده فاونديشن حاجه خفيفه قوي على الحواجب عشان اقفل من سوادها شويه، وابتدي ارسم باللون البني لو انا عايزه اعمل بني فاتح. حلو. انا دلوقتي عملت لساره، عملت لها الفراغات بتاعه حواجبها، وطبعا دي بقى معاناه البنات كلها، الاي لاينر ما بنعرفش نرسمه. طب الريشه بتاعته ما بعرفش اتحكم فيها، قلم تاخد فيش. قلم احسن، قلم احسن لها مليون مره، بحيث ان هي تعرف ازاي اتحكم في الفرشه بتاعته. انا هعمل كده حاجه بسيطه قوي، باجي عند نهايه العين وهعمل خط كده. انا شايفاكي بالعكس بتبتدي صح؟ ولا هو الصح كده؟ الصح عشان انا ايه، انا في رسومات بتاعت عين ما بخشش بالايلاينر لحد جوه. طب البنت ازاي لو انت تنصحي البنت تتفرج علينا دلوقتي تبتدي الرسمه من فين؟ من اول عينيها ولا من الاخر؟ بصي انا بحب دايما ابدا من الاخر وادخل على قدام لو حبيت اكمل الرسمه على قدام. في عينين ما بتحتاجش الرسمه من قدام قوي لان بتقفل الزاويه بتاعت العين. فانا هبتدي، انا عملت خط كده رفيع، هبتدي اطلع بيه كده. اوكي، يعني تاخدي الخط لحد ال ودلوقتي قولي لي في الايلاينر الرسمه اللي تكون العريضه احلى ولا شويه كده يعني ماخده خط صغير؟ بصي يا ليلى، احنا بنعتمد على رسمه العين نفسها. يعني حسب العين، يعني حسب العين، يعني ما ينفعش عندي تبقى عين صغيره وارسم لها خط الايلاينر قد كده، ما ينفعش، هتديني يعني هتقفل العين، مش هتبينها. بس العين الكبيره طبعا تقدري ان انت تلعبي العب فيها براحتي واعمل طبعا فيها اللي انا عايزاه. افتحي يا فرقه بس افتحي خلاص. اوكي، يعني تقدري انت تلعبي براحتك في العين الكبيره. بالظبط. طب قولي لي يا بوسي دلوقتي ايه اللون احنا نقدر نقول عليه ايه ده؟ رسمه العين دي والاي شادو والحاجات كله. بصي انا دي بسميها تمشي لكل عين. كل عين؟ يعني العين الصغيره ولا الكبيره؟ العين الكبيره بتمشي مع اي عين، لان هي فيها من جوه فاتح ومن بره غامق، فلو عندي العين صغيره مفيش مشكله ان هي ترسم الرسمه دي، هتبقى حلوه قوي معاها. انا هبتدي الزق الرموش. اوكي، والرموش برضو نفس يعني لازم تكون حسب العين صح؟ حسب العين. حسب العين. ينفع بوسي ينفع انه انا لازم احط الماسكارا في الاول ولا بعدين؟ بصي على حسب ما انت ترتاحي، في ناس بتحب تحط الماسكارا الاول وبعد كده تركب الرموش، وفي ناس لا تقولك اركب الرموش الاول وبعدين امسكر الرموش مع الشعر الاساسي بتاع بتاع عينيها. طب يعني هي مفهوم البنات اكتر حاجه ولا لما تيجي تعمل الماسكارا عشان تثبت بيها الرموش؟ لا انا بعد ما بخلص، وكمان عشان ما تحطش ماسكارا على الرموش. لا انا بعد ما بخلص خالص لازم بحط ماسكارا على الرموش، لان بدمج الرموش اللي انا مركباها مع الرموش الاساسيه، ولازم الحركه دي. لازم. ليه بقى؟ عشان بعمل هوا شويه عشان الجلو يلزق، يعني اللزق اللي انا حطاه يمسك شويه عشان ما اجيش احطه على عينيها يدخل جوه العين. انا هبتدي اهو دلوقتي هنحط الرموش. ايوه. طب الرموش دي اللي انت حطيتيها هي عينها ما شاء الله قلتي كبيره، فلازم تكون يعني لازم تكون ازاي الرموش؟ بصي هي ما شاء الله ساره، ما تفتحيش يا ساره خليكي، ما شاء الله ساره عينيها حلوه ورموشها اصلا كمان ما شاء الله حلو. فانا نقيت لها رموش شبه رموشها بالظبط، يعني نفس الطول ولا هنعدي؟ لا هي اطول طبعا سنه وكثيفه شويه، بس نفس الكيرف بتاع الرموش بتاعتها، وعشان هي يعني مش هتبان اصلا ان هي عامله رموش، مش هتبان قوي، بس في نفس الوقت اللي هيبص هيحس ان هي طبيعيه، يعني مش هتضايقه خالص. حلو. طب ولو هنروح دلوقتي على الروج، ايه الروج اللي لازم استعمله دلوقتي؟ البنات ابتدت ترجع للجلوس،
الجلوس طالع موضه تاني. أيوة المط قل شويه. أيوة. ما بقاش زي الاول. لان هو بقول لك كل احنا كل فتره بيطلع موضه في الميك اب. بس بصراحه المط هو المثال. المط بيثبت. يعني بيثبت اكتر طبعا من الجلو. الجلو كل شويه بتبقى عايزه تحطي تكتري مني. افتحي يا ساره. احنا لزقنا اهو الرموش. احنا حاطين الرموش. طب ايه الروج اللي هتحطيه مناسب؟ انا هحط لها حاجه على بيج كده، على حاجات خفيفه. يعني اللون ده اللي انت عملتيه لازم ينفع معاه البيج. ينفع معاه الوان كتير. ينفع معاه بيج، ينفع معاه اورنج، ينفع معاه سيمو، ينفع معاه احمر لو هي حبت، لان فوق العين الرسمه مش تقيله قوي. فهيبقى معاها اي لون هي تحطه هي حباه هيبقى حلو قوي. حلو. بصي ايه الموضه السنه دي في الالوان، سوى رسم العين سوى الروج؟ يعني ايه موضه 2018؟ بصي هو الموضه السنه دي الحاجه نازله ناتشرال قوي. يعني اكنك مش حاطه حاجه. يعني هنبعد عن الغوامق. هنبعد عن الغوامق، هنبعد عن العين المتحدده قوي وكحله قوي. وهو دلوقتي اللي نازل حاجه زي رموش، وحاجه من فوق العين حاجه لايت جدا وروش خفيف جدا. حتى في المناسبات بالليل ده اللي نازل قوي موضه. حلو. يعني هم دول اكتر حاجه دلوقتي نازلين. وبعدين انا سوري انا شايفه انه الميك اب اصلا، بصي هو كل سنه طبعا بتختلف الموضه. الميك اب ده حاجه اساسيه عندنا عند البنات بنحبه. السنه اللي فاتت شفنا انه كل السنه تقريبا الغوامق سواء روجات غامقه كل حاجه غامقه. السنه دي زي ما انا شايفه الميك اب بتاعك هادي كده. بصي انا دايما بحب يعني كمان امشي مش على الموضة قوي اكتر ما انا بحب امشي على الوش. ما هي مش كل حاجة في الموضة تقدر تليق علينا. يعني مش اي حاجة مثلا تكون طالعة ومطرقعة نروح احنا ناخدها نعملها، فمش ممكن ما تظبطش يعني على وشنا. في دلوقتي رسومات ايلاينر طالعة موضة مش هنعرف نعملها في كل مناسبة. طب ايه المناسبات اللي لازم يعني ممكن استعمل. مثلا عيد ميلاد فرانكي كده الصبح معمول مثلا على بحر. على بسين. ممكن مثلا انا واصحابي خارجين خروجه كده فيها جنان شويه. لكن الرسومات الايلاينر المزجزجه دي اللي هم الخطين اللي فوق بعض صعب. انا خلصت دلوقتي خلاص ورسمت لها تحت العين ببني. ما عملتش اسود، قفلت العين من تحت ببني ونضفت لها مطرح الباودر اللي انا كنت حطاه. وهنحط دلوقتي البلاشر ده اخر حاجه. خلاص احنا كده يعتبر الفينشنج بتاعنا. طبعا احنا كنا عاملين قبل الهوا كنا عاملين الكونتورنج بتاع الوش. وهنرسم دلوقتي ال طيب قولي لي بالنسبه للبلاشر ايه الموضه فيه السنه دي؟ طبعا احنا من محبين البرونزاج. البرونزاج طبعا ده نمبر 1. ده نمبر 1 ده يعني مش هيتحرك، ده هيفضل نمبر 1 البلاشر اللي على برونزاج. بس طبعا يعني ابتدينا نرجع كمان شويه للبينكات. كنت لسه هقول لك دلوقتي. أيوة. عشان الموضه طالعه اصلا الحاجات دلوقتي الناتشرال قوي، الحاجات الميك اب اللي ما فيهوش دوشه قوي. فالبينك اللي طالع حتى البينك دلوقتي احنا المفروض كنا بنحط على العظمه هنا، لا دلوقتي ممكن نحط البلاشر عارفه زي البيبي. يعني طب بمناسبه يعني عايزين نحط هنا زي البيبي، انا عايزه اعرض في خدودي اعمل ايه؟ تعرضي بالغوامق عادي. وبعد كده هتجيبي البلاشر اللي على الروز او على بيبي بينك ده هنحطه هنا. هنا في الحتتين دول. وهنحط الهايلايتر بتاع الوش اللي هو بيدي زي لمعه. هنحطه هوريكي دلوقتي اهو. احنا كده خلصنا الروج بتاعنا وحطيناه على حاجه برده. افتحي الصوره شويه. انت دلوقتي ايه لونه ايه؟ على بيج. بيج. عشان يمشي مع الميك اب. الهايلايتر بتاعنا اهو. بوسي يا بوسي احنا يعني خلاص. احنا خلاص اهو. خلاويص. الهايلايتر افتحي كده شويه بره عشان يدي ضي كده في العين. في المناطق اللي انا عايزه اديها لمعه شويه.
كده خلصنا. خلصنا الله. اسرع ميك اب في الدنيا. لا بصراحه يعني ابهرتيني. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. نورتيني يا بوسي فعلا. انا مبسوطه جدا ان انت النهارده معايا. ويا رب اشوفك احسن خبير التجميل في الوطن العربي وغير الوطن العربي طبعا. اتمنى لك التوفيق من كل قلبي وكل سنه وانت طيبه مره ثانيه وعلى كل الناس وعلى اهلك وعلى مامتك. بوسيلي مامتك جدا. حاضر. نورتيني يا بوسي مره ثانيه. ميرسي يا روحي. ميرسي ليك. وكده مشاهدينا خلصت فقرتي وحنكمل مع الفقرة الطبية. وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي على خير.